منور ماري. هلا ماري. صباح النور امين. صباح النور الحال. توني ماشي الحال. كنا ذكرنا ببدايه الحلقه انه الامات هالايام بالحجر المنزلي عندهم هاجس كيف بدهم يرفهوا على الاولاد. اكيد طبعا على اولادهم يلي ممكن يكونوا متعبين بمللهم. صح. بس بكل الاحوال هن بركه. هلا هن اكيد بيكونوا زهقانين وبنفس الوقت عندهم طاقه زياده. صحيح. فنحن اليوم رح نجرب نعمل تمارين يقدر يطلعوا هيدا الطاقة الزيادة اللي عندهم إياها. حتكون تمارين شوي مختلفة عن الأشياء اللي عادة منشوفها. رح تكون كمان مستوحى من حركات كمان الحيوانات فينا نقول. منقول العلم في الصغر كان نقش على الحجر. نعم. هل الرياضة في الصغر أيضا كان نقش على الحجر؟ أكيد الرياضة من الصغر شيء كتير مهم للولاد يبلشوا يعملوه. أول شيء غير النمو غير الذكاء غير أنه بتنمي لهم شخصية كتير قوية لبعدين. بالنسبة للرياضة أهم شيء ممكن الولد نعطيها بهذا العمر. نعم جميل حلو. نشوف التمارين شيء بعد. لا انه حتى عارف على التمارين. أنا بحب أعرف كمان إذا تمارين الأطفال بتختلف شيء عن تمارين الكبار. هلا بيختلفوا بايه ولا هلا مثل اللي حنعملهم اليوم فيهم الكبار كمان يعملون بس الفرق انه بيزيدوا العدد. سو تنقول الولد بنخليه يعمل بين العشرة والخمستعش. الاهالي فيهم يعملون بين الخمستعش والثلاثين وكمان الجولات ممكن الاهل يزيدون. سو اذا تنقول الولاد عملوا مرتين او ثلاث جولات ممكن الاهل يعملوا اربعة وخمسة حسب ما هن بيرتاحوا وحسب كل واحد كمان قد ايه مستوى اللياقة البدنية عنده. نعم. فازن استوديو لإلك ماري تفضلي. اوكي سو اول شيء رح نبلش بالتحميه. اوكي رح نمشي بمحلنا رح نكون عم نعلي الاجرين بهيدي الطريقه نرجع من هون ننتقل للجامبينج جاكس من هون بننزل على مستوى السكوات ومنطلع ومننزل مش غلط نحط موسيقى كمان بالبيت اكيد دفنتلي وعلى صوت عالي كمان. سو من هون بنرجع بنعمل a little bit of boxing movement نرجع من هون نحرك الايدين شوي لفوق بالاجمال الاطفال بيكون عندهم ليونه ليونه اكثر من الكبار اكيد بيكون عندهم ليونه اكثر من الكبار دفنتلي اوكي من بعد ما نخلص التحمية رح نبلش بالحركات. سو أول حركة رح تكون سكوات مع نص برمة. سو رح ينزل بهيدي الطريقة نبرم. سو كل ما ننزل سكوات نبرم نص برمة. نوصل لمحل ما بنوصل. And we're going to jumping squats. ضروري ماري يمكن للاهل انه يخلقوا دائما حوافز للاولاد حتى يتمرنوا لانه شئنا ما بينهن بمكان مغلق 100% لازم يحمسون. فالولد اذا هو قاعد هيك من دون ما نعمل له حماس ونشجعه مش حيقوم. سو لازم نحن كمان نقوم نعمل معه الحركه هيك بحس بالحماس اكثر. حلو. يس. سو من بعد ما نخلص هول مثل ما شايفين عم نعمل حركه نوقف بمحلنا نعمل ستيشنري ثانيه. سو من هون فينا ننزل بطريقة مثل بنقول الدب. سو بهيدي الطريقة اوكي مثل ما شايفين لما نحرك ايد اليمين بحرك رجل الشمال والعكس. بس بتعرفي يعني نحن نزحنا على قصة الدب بس إذا شبهتي التمارين بتمارين حيوانات هيدا ممكن يشغل مخيلة الطفل. لأنه كل الأولاد بيحبوا الحيوانات. سو استوحيت هيدا التمارين من الحيوانات. صحيح. سو من بعد ما نوصل لهون بنكون نحن بهيدي البوزيشن ننزل دغري لتحت وبنعمل جامبس مثل ما شايفين كثير هينه. سو فيهم يعملون على العدد اللي بدهم اياها وبيكونوا مرتاحين فيها. من بعد ما نخلص هيدي رح ننزل على حركه بحب سميها السبايدر مان.
سو بننزل لتحت. هي محفز اخر. محفز على سو بننزل هون بنعلي شوي صغير الاجرين اوكي وبننزل. بس بدنا ما يكملوا على الحائط. هلا طالما نحن معهم I'm very sure they'll be fine. ايه صحيح مرحبا. هلا اذا فينا كمان نعدل عليها فينا نعملها اصعب انه ننزل اكثر. سو بنكون بهيدي الطريقه فينا نكون هون فوق او فينا ننزل اكثر بهيدي الطريقه. اوكي سو بنصفي. عم ننزل. صعبه اكثر. هلا هون بتصير اصعب بس I'm sure في كيدز كثير بيقدروا يعملوها. من بعد ما نخلص هيدي الحركة فينا ننزل to push ups. ننزل all the way down up. فينا هون نعمل منافسة معهم كأم وبي. هلا للكبار بيقدروا يعملوها والركاب لفوق. للصغار لتكون أهين شوي بنزلوا ركابهم بهيدي الطريقة وبينزلوا. هاو صار عنا ثلاثة movements. هلا بننتقل للرابع هي البوني هوبس. سو فينا نقول قفزات الأرنب. بننط من ميلة لميلة. نرجع بنبرم. من هون بننزل على شيء اسمه بيربيز. من هون بنكون عم نعرفهم كمان على الحيوانات. اكيد يعني عم نعمل تمارين محافظه للولاد درس بيولوجي بذات الوقت. البيربيز رح يكونوا شوي صعبين لانه حينقطع شوي نفسهم بس اتس اوكي مثل ما انا انقطع نفسي. طب بعد سبايدر مان وبعد الارنب وبعد الدب بعد عندنا دقيقه لحيوان بعد عندنا السطعون. اوكي يس سو رح ننزل هون. اوكي نمشي بهيدي الطريقه لما بنخلص بنبرم. اوكي وناخذ ايد اليمين على الكتف الشمال وايد الشمال على الكتف اليمين. اوكي وهيك بنكون خلصنا. حتى الكبار التمارين مش فقط الصغار. وماري بهالطريقه سبقت على الفيلم اللي بدنا ننصح فيه باخر الحلقه جانجل بوك. صحيح؟ يس جانجل بوك. شفنا جانجل بوك بحصه رياضيه للاطفال حلوه كثير. يلا ان شاء الله يكونوا حبيتوها والاهالي كمان يحبوها ويعملوها مع اولادهم بالبيت. ذكرتينا بطفولتنا. ثانك يو لكم. المدربه الرياضيه ماري جارخ شكرا لك مره اخرى. ثانك يو لكم.